أنا يتيمة محرومة، كنت محتار بفلوسي، كنت أضيع وقتي، والحين فرحانة وسعيدة، والحين اطمنت على تبرعاتي، والحين تغيرت حياتي. من خدمات جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية: إفطار الصائم، بناء وترميم المساجد، بناء حسينيات ومراكز إسلامية، مساعدات عامة، ذبائح وأضاحي. ساهموا معنا في إنشاء المقر الجديد للجنة أهل البيت الخيرية عليهم السلام ودار القرآن الكريم في منطقة الرميفية. قال تعالى: وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. وقال رسوله الكريم: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نستقبل مساهماتكم في مكتبة الرسول الأعظم في منطقة بنيدلقار.